السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمايلي دارسين البورد الأمريكي، معاكم هند مصطفى، بورد سيرتفايد فارماكو ثيرابي سبيشاليست. كنت شرح جزء في الكارديو هو الأريزميا، والنهاردة هنشرح جزء من الأريزميا أو نوع منتشر من الأريزميا هو الأتريال فايبريليشن أو الـ AF. المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا فيها عن نورمال اي سي جي والـ اي سي جي بتاع الـ different type of أريزميا، يا ريت ترجعوا لها عشان برضو دي حاجة مهمة نبقى فاهمينها قبل ما نتكلم عن الـ AF. قلنا ان النورمال ساينس ريزمي بيبدا من الاس اي نود، بيتحرك هنا، بيدخل على الاي في نود، من الاي في نود بينزل على الباندل اوف هيست، وبعدين الباندل برانشز، وبعدين البركنجي فايبرز هم اخر حاجه. ودوت بيبقى اللي بيوي فيها اللي بتعبر عن الاس اي، ان الساينس عندنا ريزم او طالع من الاس اي نود. البي ار انترفال هي المسافه بين الاس اي نود والاي في نود. الكيو ار اس اللي هي بتعبر عن الكونتراكتيفيتي تو فينتريكلز. والتي ويف هنا هي الريلاكسيشن بتاعه العضله بتاعتنا بعد الاستيميوليشن. الكاردياك كوندكشن سيستم، قلنا الهارت متكون من فور شامبرز، الابر شامبرز واللور شامبرز. الاثنين اللي فوق هما الاتريوم، والاثنين اللي تحت هما الفينتريكل. الليفت اتريوم بيستقبل الدم الاكسجينيتد من الرئه وبينزله للفينتريكل اللي هو عن طريق الاورطه بيديه للجسم كله. اما الرايت اتريوم بيستقبل الدم دي اوكسجينيتد من كل اجزاء الجسم عن طريق الفينا كافا، هنا الابر فينا كافا فوق وهنا اللور فينا كافا، وبيدخل منه على الليفت على الرايت فينتريكل، وبعدين من البلمونري ارتري بيدخل الرئه. في الاي اف هو ايه اللي بيحصل في الاي اف بالظبط؟ المفروض ان عندنا النورمال، قلنا ان هو بيطلع من الاس اي نود للاي في نود، ده النورمال اي سي جي والنورمال ريزم عندنا. لو حصل بقى ان حصل هنا سكارز او حصل فايبريليشن او حصل اي حاجه لاي سبب بتخلي هنا العضله دي تكون فيها ري انتري باث ويز، هنا الاشاره الكهربائيه بتلف جوه العضله نفسها، يعني ما بتتنقلش من الاس اي نود للاي في نود، لا ده بيبقى فيه هنا كده ري انتري باث واي، تخلي الاشاره تلف في نفس المكان كتير قبل ما توصل للاي في نود. بتدي اكتر من القباضه في نفس الوقت، بتخلي الاتريوم مش ينقبض، الكونتراكتيفيتي بتاعته مش بتبقى قويه، لا بيرعش، لان بتبدا الاشاره ما بتبقاش قويه، لا بتتحرك من هنا لهنا لهنا، كل يعني بتحصل لها ستيميوليشن كل شويه يحصل لها ستيميوليشن كتير. دي بتدينا رد سريع جدا جدا جدا، ولما بيزيد الريت بتاعه اكتر من 150 نبضة المريض عندنا بيحصل له سنكوب على طول. بتدي طبعا الريجولار ريزم، بيبقى ماشي بطريقة عشوائية جدا. لو هو اتحرك وصل للإيفنود بالطريقة العشوائية السريعة جدا ديت، بيبقى المريض مهدد ان يحصل له فينتريكولار فايبريليشن او فينتريكولار تاكي كارديا. وطبعا الفي اف والفي تاك دي مميته، يعني علاجهم صعب، ودي بتبقى حاله كاردياك ارست ممكن المريض يموت فيها. لما بنشوفها على الاي سي جي بنشوف كل هنا كل باث واي هنا الاشاره لفت فيه، مديني هنا شكل شبه البي ويف بالظبط، بس هي طبعا مش بي ويف. فهو لما بتلاقي تو كيو ار اس كومبلكس وبينهم موجات كتيره شبه البي ويف، دي معروف انها اتريال فايبريليشن او الاي اف. البريفلنس بتاعه ايه؟ هو الموست كومن اريزميا، تقريبا 2.2 مليون امريكان بيجي لهم الحاله بتاعت الاي اف. طبعا هي بتزيد مع الايدج، بتزيد لو عندنا فينتريكولار هارت ديزيز او عندنا هارت فيلير. السيمتومز بتاعته في ناس ما بيجيلهاش سيمتومز، اما في الحالات السيئه جدا السيمتومز بتاعته بتبقى هي السيمتومز بتاعت الهارت فيلير. السيمتومز بتاعت الهارت فيلير ديت الدكاتره بيعرفوها غالبا لما بيحطوا السماعه على ظهر المريض وبيديهم كريبيتيشن، الصوت بتاع الهارت فيلير اسمه كريبيتيشن، وده صوت مميز جدا الدكاتره بتبقى عارفاه. ده بيبقى أسوأ، يعني لو في عندي ستراكشر هارت ديزيز مع الاي اف ده بيبقى أسوأ حاجه ممكن المريض يوصلها، هي السيمتومز بتاعت الهارت فيلير. اما بقى الاعراض اللي هي العاديه هي بتبقى بالبيتيشن، المريض يجي يقول لك انا حاسس بدقات قلبي بينبض بسرعه، بيحصل له شيست بين، الديزنيا، بيحصل له فاتيك، واحيانا بيحصل له لايت هيديك. طبعا السيمتومز بتختلف على حسب الديوريشن بتاعت الاف عندنا بقى له قد ايه، وعلى حسب الليفت فينتريكولار فانكشن بالذات الليفت فينتريكل.
وعلى حسب الريت بتاع الفنتريكولار ريت. وطبعا الاختلافات الشخصية بين مريض ومريض، أو لو في أمراض تانية مصاحبة معاه ولا لأ، اللي هي ال individual patient perception. ال classification بتاع ال AF بنقسمه ايه؟ أول نوع فيه هو الباروكسيمال، والباروكسيمال بيبقى self limiting خلال 7 أيام. تاني نوع اللي هو البرزيستنت، ده اللي هو لو قعد أكتر من 7 أيام، يبقى لو أقل من 7 أيام بنقول عليه باروكسيمال، لو زاد عن 7 أيام هنقول عليه برزيستنت. لو هو لونج ستاندنج اكتر من 12 مانث ده اسمه لونج ستاندنج بيرزيستنت. النوع الرابع هو البيرمننت، والبيرمننت ده اللي هو موجود على طول، وده ما بيرجعش للنورمال ريزم، لا هو على طول اي اف. هنا بقى بنبقى محتاجين ان احنا ندخل بالفارماكولوجيكال او النون فارماكولوجيكال تريتمنت. في نوع الاخير بيسموه النون فالفرال، والنون فالفولار دوت اللي هو بيبقى مفيش فيه اي مشاكل في الفالف في القلب خالص، يعني حد عنده وقف بس الفالف كلها سليمة في القلب مفيش فيها اي مشكلة خالص. البوتنشال كوزيس اوف اتريال فايبريليشن، ايه اللي ممكن يسبب ان العضلة بتاعة القلب يحصل لها اي اف؟ مبدئيا كده اي حاجة هتعمل اتريال ديستنشن هتسبب اي اف. ليه؟ اتريال ديستنشن يعني تمدد في عضلة الاتريوم نفسه. ايه اللي ممكن يسبب التمدد ده؟ ان الاتريوم ما يعرفش يفضي الدم اللي جواه كويس، الاتريوم مش بيفضي الدم كويس، او قدامه هاي ريزيستنت بتخليه ما يقدرش يفضي الدم. زي ايه؟ زي مثلا لو واحد عنده كرونيك هايبرتنشن، دايما الاتريوم بيفضي اجينست الهاي هايبرتنشن، بيخلي الاتريوم ما يفضيش كويس، فبيحصل له ديستنشن او تضخم مع الوقت. التضخم ده بيعمل ايه؟ بيحصل فيسيولوجيكال وستراكشر تشينج، بيظهر على الاتريوم نفسه اكتوبيك فصاي او سكارز، سكارز دي بتعمل انتري باث واي، مع الوقت بيظهر عنده الاي اف. لو مريض عنده ميترال فالف ديسيز، لما نيجي نقيس الهايبرتنشن احنا عارفين ان في الدايستول والسيستول. المفروض ان الدايستول دوت اللي هي التفضيه بتاعت من الاتريوم للفنتريكل، والسيستول ده اللي بيعبر عن الفنتريكل، تفضيه الفنتريكل او التو فنتريكلز. فالمفروض ان الفالف بيفتح في الدايستول وبيقفل في السيستول عشان ما يرجعش الدم للاتريوم ويحصل استرجاع للدم. ايه اللي بيحصل بقى في لو حد عنده ميترال فالف ديزيز؟ ان الفالف بيفتح بس ما بيبقى فيه ستينوزيس، ما بيعرفش يفضي الدم كويس، فبيعمل دوت ريزيستنت قدام الاتريوم ان هو يفضي الدم اللي فيه، فممكن برضو يعمل اتريال ديستنشن ويظهر عليه سكارز او يحصل عليه اكتوبيك فوساي، تسبب برضو رينتري باث واي وبتعمل اي اف. لو حد عنده كارديوميوباسي، كارديوميوباسي برضو بيحصل خلاله الاستراكشر تشينج ديت، لو هي كونجنتال ديفكت يعني هو اساسا مولود بالمشاكل دي. لو حد عنده بالموناري هايبرتنشن، البالموناري هايبرتنشن برضو بتعمل نفس تاثير السيستميك هايبرتنشن، لان برضو في الحالتين الاتريوم، بس هو بيختلف انهي اتريوم فيهم، الاتريوم برضو بيبقى اجينست هاي ريزيستنس. طبعا لو اكيوت بالمونري امبوليزم برضو بتعمل ريزيستنت في ان احنا نضخ الدم، لو في مايوكارديال اسكيميا، لو في سليب ابينيا، لو في لانج ديزيز، كل الحاجات دي بتبقى هاي ريزيستنت في وش الاتريوم. يبقى اي حاجه هتبقى هاي بتعمل ريزيستنس اجينست الاتريوم ان هو يفضي الدم، دي ممكن تعمل اكتوبيك فوساي او تعمل ستراكشر تشينج بتسبب الاي اف. الحاجات اللي هي بتسبب الهاي ادرينرجيك تون، زي لو واحد بياخد كحول متعود عليه وعمل الكحول وذرول، دي بتعمل ستيميوليشن جامد جدا للهارت ريت، وبتبقى عنده تاكي كارديا. التاكي كارديا ديت ممكن برضو تسبب ستراكشر تشينج في الاتريوم وبتعمل اي اف. السيروكسين طبعا، فين السيروكسين بيزود نبضات القلب جدا، ولو في توكسيستي منه او حصل سيروكسين ستورم والحاجات دي انتوا اكيد واخدينها في هتاخدوها في الجزء بتاع الاندوكراين. يعني حد عنده توكسيستي اول حاجه اللي بتديها بتديله البيتا بلوكر عشان الهارت ريت لما بيعلى. لو حد عنده سيبسيس او عنده تسمم بيبقى برضو الهارت ريت عالي جدا، وده ممكن يسبب اي اف. المشروبات الروحيه او البنج درينجينج، السيرجري لو حد بيعمل سيرجري ممكن تسبب الاي اف. طبعا اي حاجه بتعمل سمباس وميميتك زي الكوكايين والامفيتامين، لو في بياخد حد بياخد سايوفيلين او كافيين، الكافيين طبعا بيزود ضربات القلب وبيعمل
ستيميوليشن لضربات القلب وبيزودها جدا. لذلك الناس اللي عندها مشاكل في القلب المفروض انها بتقلل من الكافيين. بس طبعا بنتكلم احنا مين يعني. الفارماكولوجيكال السيرابي بتاعتنا في الاي اف، يا اما هنعمل ريت كنترول خاصة طبعا الفنتريكولار ريت عشان ما ننزلش الريزم العالي جدا دوت للفنتريكل اللي هو بيسبب الفي اف والفي تاك، وطبعا دي بتبقى حالات مميتة. او بنعمل ريزم كنترول بنحاول نظبط الريزم بتاعنا ان هو يكون نورمال، او بنعمل كارديو فيرجن يعني بنحول الريزم لنورمال على طول. هنشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل. الفنتريكولار ريت كنترول طبعا يعني المفروض نكون عارفين ان الحاجه اللي ممكن اهم حاجه تعمل ريت كنترول، احنا واخدين الادويه ديت في المحاضره اللي فاتت، اهم حاجه فيهم هي البيتا بلوكر، ده رقم واحد. النون داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، وخاصه النون داي هيدروبيريدين لازم نركز في الموضوع ده، اللي هم الفيرابامين والدلتيازين. طبعا الديجوكسين معروف انه بيعمل بلوكين للفنتريكولار ريت كنترول، الاميودارون ده طبعا بيعمل فنتريكولار ريت كنترول. فدول اربع ادويه لازم نكون عارفين ان احنا لما نعمل عايزين نعمل بلوكينج للاي اي او بلوكينج للاي في نود او نعمل كنترول على الفنتريكولار ريت، هما دول اربع ادويه المشهورين في المجال ده. احنا عندنا هنا الهدف في الفنتريكولار ريت كنترول ان احنا نقلل السيمتومز ونقلل التاكي كارديا انديوست كارديوميوباسي. البيتا بلوكر عندنا زي ايه؟ اللابيتولول والكارفيديلول، ايه ميزتهم دولت كمان غير ان احنا بنعمل هنا فنتركولار ريت كنترول، هم لهم اديشنال الفا بلوكيج، يعني لما يبقى حد عنده هايبر تنشن فاحنا هنا بنبقى ساعدنا ان احنا الكارفيديلول واللابيتولول بيقللوا الهارت الهايبر تنشن وبيعملوا فنتركولار ريت كنترول. هنا البيتا بلوكر مفيده في حالات الاكسرسايز اسوشيتد هارت ريت انكريزز، يعني لو حد بيعمل مجهود فاحسن حاجه له هو البيتا بلوكر. وبرده عندنا الكالسيوم شانل بلوكر نفس النظام، برده بتنفع في حالات الاكسرسايز اسوشيتد هارت ريت انكريزز. لو واحد بقى عندنا اي اف وعنده هارت فيلير، خدوا بالكم بقى من النقطه دي عشان دي نقطه امتحان. فاحنا عندنا هنا ثلاث انواع من البيتا بلوكر لازم نحفظهم صم، كارفيدولول الميتوبرولول ساكسينيت والبيزوبرولول، هما الثلاثة دول اللي بينفعوا لما يبقى حد عنده اي اف وعنده هارت فيل، مفيش حاجة غيرهم، الثلاثة دول ولازم نحفظهم كويس قوي. في أسئلة كانت جات في الامتحانات بتاعة السنين اللي فاتت كان كاتب الميتوبرولول تارتريت، لا هو ميتوبرولول ساكسينيت بالذات. البيتا بلوكر ما بتنفعش في الولف وباركنسون وايت سندروم، ممنوع. عندنا الكالسيوم شانل بلوكر النون داي هيدروبيريدين اللي هم الفيرابامير والدلتيازيم اللي هم بيقللوا الاكسجين كونسبشن بتاع العضله بتاعه القلب. ما ينفعش الدايب هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر لانهم بيعملوا ريفلكس تاكي كارديا، دول مصايب ما ينفعش نستعملهم خالص في حاله الاي اف. هنا بقى المميز بتاع الكالسيوم شانل بلوكر ان هم مفضلين عن البيتا بلوكر لو حد عنده ازمه، لو حد عنده سيفير كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز يبقى احنا مش هنستعمل بيتا بلوكر، نستعمل كالسيوم شانل بلوكر. لازم تلاحظوا جدا جدا موضوع الازمه وبيتا بلوكر، ما ينفعش نستعمل ابدا 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 بيتا بلوكر عند حد عنده ازمه. الكالسيوم شانل بلوكر قلنا انها برضو زي البيتا بلوكر في ايه، بتعمل كنترول الاكسرسايز اندوسد هارت ريت انكريز. برضو هي افويد في الولف وباركنسون وايت سيندروم. بعدها ديجوكسين، احنا كده البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر تقريبا هم شبه بعض، بس الفرق بينهم ان احنا لازم في حالة الازمة او الابستراكتيف بالمونري ديزيز ابعد خالص عن البيتا بلوكر، غير كده هم زي بعض بقى في كل حاجة. الديجوكسين هنا احنا ممكن اهم حاجة فيه ان احنا بنستعمله اتريست، ما بينفعش في الاكسرسايز. لذلك هو بيبقى افكتيف از اديشنال ايجنت، انما ما بنستعملوش لوحده، عشان لو حد بيستعمله لوحده وعمل اي مجهود مش هينفع معاه خالص الديجوكسين. لو حد بقى عنده اي اف وعنده مشكله الولف باركنسون وايت سندروم ملوش حد غير الاميودارون. الاميودارون ده تقريبا هو الحل في كل المشاكل اللي بتعصي، او كل ما تبقى عندك حاله استعملت معاها كذا حاجه وما نفعتش معاها هو الاميودارون اللي بينفع، برغم مشاكله الكتير اللي هنتكلم عنها وقلناها المحاضره اللي فاتت، هو الاميودارون بيبقى البيست تشويس.
يبقى احنا هنستعمله لو حد مش هينفع يستعمل بيتا بلوكر او كالسيوم شونين بلوكر، وطبعا الدوجوكسين ما بينفعش نستعمله لوحده، هو اديشنال ايجنت، يبقى هنا مضطرين نستعمل الاميودارون. الريزم كنترول، الريزم كنترول هو يظبط الريزم بتاعه ان هو يكون طبيعي او شبه الطبيعي. وجدوا ان هو مفيش فيه اي ميزه يعني عن الريت كنترول، بس احنا بنستعمله عشان لو في حد مش نافع ياخد الادويه بتاعه الريت كنترول كلها مش مناسبه له. وبعدين هما لما يعني في هنا جدول كده موجود في عندك في الكتاب تكون عارفه، عامل مقارنه بين المميزات والعيوب بتاعه كل حاجه فيهم. المميزات بتاعه الريت كنترول ان احنا ممكن نعمله في البيت من بعيد عن المستشفى، ودي حاجة يعني مميزة مهمة جدا، ان انت هتعمل ريت كنترول وانت قاعد في البيت، مش هتضطر ان انت تحجز المريض في المستشفى وتحجزه. بس المشاكل بتاعته ان انت لو فضلت ايه اف لمدة طويلة بيحصل الكتريكال وستراكشر ريموديلينج، دي ما بتنفعش في اليانج ايج، فلو حد عنده لسه صغير في السن ما بتبقاش سيف له ان احنا نعمله ريت كنترول، بيبقى الاحسن ان احنا نعمله ريزم كنترول. ايه الميزه بقى بتاعه الريزم كنترول؟ ان احنا ينفع نستعمله مع اليونج ايج، دي مهمه جدا. البيشنت عندك هيبقى ما عندوش سيمتومز، انت لما تعمله ريزم كنترول مش هيعاني من السيمتومز بتاعه الاي اف، ودي برضو عشان خاطر لو المريض عندك سيمتوماتيك والاي اف عامل له مشاكل فاحسن ان احنا نعمل له ريزم كنترول. طبعا بيقلل الاستراكشر تشينج اللي ممكن تحصل في السن الصغير، ودي قلناها قبل كده. ايه هي بقى العيوب بتاعته اللي بتخلينا مش حابين نستعمله؟ طبعا الكوست بتاعه عالي جدا. الادفيرس افكت بتاعت الميديكيشن بتاعت ريزم كنترول، طبعا احنا اتكلمنا عن الميديكيشن المره اللي فاتت وادفيرس افكت بتاعتها كتير قوي. المريض لازم يكون في المستشفى وتحت الملاحظة وموجود على طول، يعني بيقعد فترة في المستشفى تحت الملاحظة عشان نتأكد ان المريض عندنا كويس. وبتاع هو في برضو الهاي ريكورنس ريت، دي برضو من المشاكل الأساسية بتاعت الريزم كنترول. الجدول بتاع المقارنة ده مهم ان احنا نبقى عارفين ايه مميزات وعيوب بتاعت كل واحد. لكن عامة ما لقوش اي ميزة ان احنا نخلي المريض عندنا نعمل له ريت كنترول او ريزم كنترول في المورتاليتي او الكواليتي اوف لايف، الا اذا كان المريض عندنا سيمتوماتيك فيبقى احسن ان احنا نعمل له ريزم كنترول، بس ما هوش اي ميزه ان احنا نستعمل نوع فيهم عن التاني في المورتاليتي. خدوا بالكم من النقطه دي، ان مفيش فيهم ميزه واحد عن التاني في المورتاليتي بالذات. لما نيجي بقى نعمل الكارديو فيرجن، الحقيقه ان المريض احنا قلنا ان بيبقى عنده اتريال ديستنشن وعنده الدم ما بيفضيش كويس، فبنسبة 90% بقى فيه ثرومبس متكونة في الدم اللي عندنا اللي متحوش في الأتريوم. فإحنا لو عملنا الكارديو فيرجن اكتشفوا إن 91% استروك ريت، بيحصل 91% استروك ريت، يعني 91 من 100 مريض هتعمل له كارديو فيرجن هيجيله استروك وهيموت. فإحنا قبل ما نعمل الكارديو فيرجن لازم نتأكد إن مفيش ثرومباي عندنا في الأتريوم، او يا اما لو مش هنعرف نتاكد فاحنا هنديله انتي كوجيليشن سيرابي لفتره طويله قبل ما نعمل كارديو فيرجن. بنتاكد ازاي؟ في جهاز اسمه تي اي اي او ترانس اسوفيكال ايكوكارديوجرام، ده بندخله من الفم للبلعوم بيوصل للاتريوم بيعمل تصوير، بنشوف لو في ثرومباي او مفيش. غالبا لو الاي اف دي حصلت خلال 48 ساعه غالبا مبقاش في ثرومباي، لو بعد كده غالبا بيبقى فيه ثرومبال. هنا مكتوب اهو الريت بتاعهم، لو الاي اف موجوده من 48 ساعه بيبقى 15% ريت ان في اتريال ثرومبس، 15% ريت. لكن لو هي قعدت اكتر من 72% بتبقى 30% ريت ان في عندنا ثرومباي موجود في الاتريال. فاحنا لازم نعمل نبقى فيري شور ان مفيش عندنا اي ثرومباي موجود. المشكلة ان الثرومباي دي لما بتتحرك، لما انت بتحوله لنورمال ريزم القلب الاتريوم بينبض كويس قوي بيوصل الدم دوت بقى لكل الجسم، الثرومباي دي بتتحرك بحرية جدا، بس بتقف فين؟ بتقف بقى بالذات في الشرايين بتاعة الرئة او الشرايين بتاعة المخ، لان دي بتبقى اضيق شرايين موجودة في الجسم غالبا. يعني المريض اللي بيجيله استروك في الرئه او الاستروك في المخ ده بيموت في ساعتها، بيبقى
على طول دي اللي بيحصل الموت في ساعتها. الكارديو بلان اللي احنا هنتعامل بيها مع مريض عنده اي اف وجاي لك عايز يعمل كارديو فيرجن، هنعمل ايه؟ عندنا هنا اتنين جايد لاين اللي هو الاي سي سي بي والاي سي سي، اللي هما مختلفين في حاجات بسيطه بس في حاجات معينه هما متفقين فيها. انا ما شفتش قبل كده اسئله جايه في الامتحان بتقول الجايد لاين ده بيقول ايه او الجايد لاين ده بيقول ايه، بس الاسئله بتيجي على الحاجات اللي هما متفقين فيها وهي دي الاسئله. زي ايه يعني؟ مثلا هنا اول حاجه هنا عندنا لو المريض ستيبل وعنده الاي اف او الديوريشن بتاعته اقل من 48 ساعه. ستيبل يعني عنده الفايتال ساينس بتاعته كلها نورمال، المريض بيبقى في وعيه وبيقدر يتكلم وبيبقى حاسس بيك. في الحاله ديت هم قالوا ان طالما اقل من 48 ساعه اعملوا كارديو فيرجن في ساعتها، الحقوا اعملوا كارديو فيرجن. دي حاجه هم متفقين فيها. فالاختلاف الوحيد ان الاي سي سي بي قالوا ان احنا هنديله الانتي كواجوليشن لمده 4 اسابيع بعد ما يعمل كارديو فيرجن. يبقى هو هيجي لك هتديله انتي كواجوليشن في ساعتها وبعدين تعمل له كارديو فيرجن وبعدها تفضل 4 اسابيع تديله الانتي كواجوليشن التريتمنت. انما الاي سي سي قالوا ان احنا هنعمل له الكارديو فيرجن في ساعتها، بس اذا كان هياخد بقى انتي كواجوليشن قبل او بعد ده معتمد على الريسك بتاع الثرومبوي او البيشنت انفيدوال ريسك على حسب الحاله بتاعه المريض اللي عندك. المهم ان هم متفقين في ايه، ان لو هو اقل من 48 ساعه الحقوا واعملوا الكارديو فيرجن. لو المريض عندنا بقى في الحاله الثانيه عندنا ستيبل والديوريشن بتاعته امنون او ما احناش عارفينها بالظبط قد ايه، المهم انها اكتر من 48 ساعه، الاي سي سي بي قالت لازم الاثنين بصراحه متفقين في موضوع ان هو لازم ياخد انتي كواجوليشن 3 اسابيع قبل ما تعمل له الكارديو فيرجن. دي حاجه هم متفقين فيها فاحنا لازم نعرفها كويس. لو مريض ستيبل والديوريشن بتاعته مش معروف او اكتر من 48 ساعه لازم قبل ما تعمل له كارديو فيرجن مشيه على انتي كواجوليشن تريتمنت لمده 3 اسابيع. واحنا هنتكلم عن الادويه اللي ممكن نستعملها في الحالات اللي زي دي بالتفصيل كمان شويه. الحاله الثالثه بقى حضرتك، لو المريض عندك جالك عايز يعمل كارديو فيرجن والديوريشن بتاعته انون وانت قررت تعمل له تي اي اي، انت هتشوف بقى في ثرومباي ولا مفيش. حضرتك لو هتعمل التي اي لازم تديله فول تريتمنت دوز اوف انفراكشنيتد هيبرين، او هتديله لو مولكرال ويت هيبرين لو احنا تبع الجايد بتاع الاي سي سي بي. الاي سي سي بيستعملوا الانفراكشنيتد هيبرين بس مش معترفين باللو مولكرال ويت هيبرين. هتديله فول دوز في الوقت اللي هتعمل فيه التي اي اي، وبعدين الكارديو فيرجن شود بي بيرفورمد وذين 24 اور اوف تي اي اي. لو ايه؟ لو الثرومباس نوت سين، ما احناش شايفين عندنا اي ثرومباي، هنقوم عاملين خلال 24 ساعه الكارديو فيرجن. الاثنين بقى متفقين ان انت هتعمل له الكارديو فيرجن في ساعتها وهتعمل له انتي كواجوليشن بعدها لمده 4 اسابيع بعد الكارديو فيرجن. هما مختلفين بس ان الاي سي سي بي ممكن يستعمل لهم مولكولار ويت هيبرين، لكن الاي سي سي ما بيستعملوش او عندهم الليميتد داتا. الداتا اللي بتعمل سبورت للو مولكولار ويت هي ليميتد عندهم، مش معترفين بيه، ما هماش بيستعملوا. يبقى هنا احنا خدنا ثلاث حالات مختلفين باتنين جايد لاين، لو المريض عندنا ستيبل اقل من 48 ساعه او المريض عندنا اكتر من 48 ساعه هنعمل لازم نديله 3 اسابيع قبل ما نعمله كارديو فيرجن، ولو المريض عملنا له تي اي ولقيناه مفيش فيه ثرومبس بنعمل له الكارديو فيرجن خلال 24 ساعه. ايه هي الاورال فارماكولوجيكال ايجنت اللي احنا بنستعملها عشان نعمل انديوس او مينتين الساينس ريزم؟ اول حاجه فيهم هي الكلاس 1 سي انتي اريزميك، هما دول بيعتبروا ان هما يعني الفيرست تشويس. برغم كده احنا ما بنستعملهمش كفيرست تشويس او الفيرست لاين، لان معظم الناس اللي بيبقى عندهم اي اف بيبقى مصاحبه ليها ستراكشر هارت ديزيز، والفليكانايد والبروبوفينون دول ما بينفعوش في حالات الاستراكشر هارت ديزيز، يبقى هما فيرست لاين لكن للاسف ما بنستعملهمش لو في استراكشر هارت ديزيز. مشكلتهم كمان في كلاس 1 سي انتي اريزميك ان الفريكوينت دوز بتاعتهم بيبقى محتاجه فريكوينت دوز، ودي حاجه بتخلي المريض ما بيبقاش الادرنس بتاعه ما بيبقاش ممتاز معاهم، بتحتاج هوسبيتاليزيشن لمده معينه.
بتبقى محتاجة المريض يقعد في الهوسبيتال فترة معينة تحت الملاحظة. والمشكلة كمان لأنهم إيه بيبقى تحت الملاحظة ليه؟ لأنهم برو أريزميك إفكت، لهم برو أريزميك إفكت، وأنا قلت إن كل الأنتي أريزميك هما برو أريزميك دراجز. بيبقوا محتاجين معاهم يكون في اي في بلوكينج ايجنت زي البيتا بلوكر او النان داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر. الكونترا انديكيتد بتاعتهم لو في استراكشر هارت ديزيز زي ايه، زي الكونجنتال هارت ديزيز، لو في هارت فيلير، لو في ليفت فنتركولار في اي مشكله، ولو في فالفولار هارت ديزيز. يبقى كلاس 1 سي هم اول حاجه خدناها، ومع ذلك استعمالهم قليل جدا لان معظم الاي اف بيبقى للاسف معاهم استراكشر هارت ديزيز. الكلاس 3، كلاس 3 احنا اتكلمنا عليهم في المحاضره اللي فاتت وهنتكلم عليهم تاني بالتفصيل برضو المحاضره دي. الاميودارون، السوتالول، الدوفوتيلايد، والدرونالدارون. اول دواء عندنا هو الاميودارون اللي هو حلال العقد وحلال كل المشاكل. الاميودارون الافكس بتاعته عاليه جدا من 85 ل 95%. الاميودارون له الكتروفيسيولوجيكال بروباريتي بتاعت اول كلاسز، قلت لكم قبل كده ان هو له سيرتن بيتا بلوكر. زي ما انا قلت كده يعني الانتي اريزميك دراج ما فيش كلاس فيهم بيعمل حاجه معينه بس، يعني هو برضو بيقفل زي ما بيقفل البوتاسيوم شانل بيقفل البيتا بلوكر، بيقفل البيتا شانل، بيقفل الكالسيوم شانل، وبيقفل الصوديوم شانل، يعني له الكتروفيسيولوجيكال بتاعت اول كلاسز. لما بنيجي نستعمل الاميودارون بنستعمله ازاي؟ اول حاجه لازم تديله لودنج دوز 10 جرام. هو له كده خطوات في الاستعمال عشان نوصل للمينتيننس دوز بتاعته. اول حاجه بتديها له لودنج دوز 10 جرام، بعد كده بتدي له 400 مللي جرام مرتين او ثلاثه في اليوم لمده اسبوعين، وبعد كده بتستعملها مره واحده 400 مللي جرام دي مره واحده في اليوم لمده 4 اسابيع. يبقى انت الاول اسبوعين استعملته فيها مرتين في اليوم، وبعدين مرة واحدة في اليوم لمدة 4 أسابيع بعد كده، وبعد ال4 أسابيع دول ما يخلصوا بنبقى وصلنا للمينتيننس دوز اللي هي 200 مللي جرام مرة واحدة في اليوم. يبقى احنا بنستعمل أميودارون ازاي؟ أول حاجة بنديله ليدنج دوز، وبعدين 400 مللي جرام مرتين أو ثلاثة لمدة أسبوعين، وبعدين 400 مللي جرام مرة واحدة لمدة 4 أسابيع، بعد كده بندي المينتيننس دوز اللي هي 200 مللي جرام بير دي. قلتلكوا قبل كده ان الهاف لايف بتاعته كبيره جدا 60 يوم او تقريبا شهرين، والادفيرس افكت بتاعته ممكن تقعد بالشهور، يعني ممكن يقعد عندك مريض مثلا استعمله لمده 6 شهور عشان يحصل عنده مثلا مشكله في الثيرويد جلاند او مشكله التوكسيستي بتاعته في اي حاجه، ممكن تقعد بالشهور على ما يظهر منه سايد افكت او توكسيستي في اي حاجه او يحصل يعني تراكم له في الجسم. هو له اي في نودال بلوكينج، يبقى هو ممكن يساعد في الكنترول بتاع الهارت ريت لو الاي اف رجع تاني. سيف تو يوز ان اتش اف في الهارت فيلير، ودي حاجه مهمه جدا. المريض عندك هارت فيلير وعنده اي اف، يبقى هنستعمل ايه؟ نستعمل الاميدرون. بمتابولايزد ان الليفر سيتوكروم بي 450 3 اي 4 سبستريت، وانهبيتور للسيتوكروم بي 3 اي 4 و سيتوكروم، حاجات كتيره كده المفروض تحفظوها، والاسامي المعقده الملعبيكه ديت هي الحقيقه يعني نوعا ما مهمه، بالذات الاميدارون ان انتوا تعرفوا سيتوكروم اللي هو بيوقفهم او سيتوكروم بيعمل لهم انهيبيشن او اللي هو سبستريت ليهم، عشان لما تيجي تاخدوا الفارماكوكاينيتك الاميدارون بيبقى فيه مسائل كتيره في الفارماكوكاينيتك. الاميدارون والفينيتوين دول الادويه المشهوره قوي في الفارماكوكاينيتك بتيجي عليهم اسئله كتير. مينيمال انستانس اوف فنتركولار اريزميا، الدراج انتراكشن بتاعته بقى ايه؟ يعني حدث ولا حرج، تقريبا بيعمل انتراكشن مع كل الادويه اللي ممكن تكون عارفها في الدنيا. يعني اولا هو بيزود الاكسبوشر بتاع الديجوكسين والاكسبوشر بتاع الوارفارين والاكسبوشر بتاع الاستاتين، فكل الحاجات دي بنعمل لها بنقلل الدوز مع الاميودارون. لو حضرتك بتستعمل الديجوكسين وهتستعمل معاه اميودارون قلل الديجوكسين للنص، هتستعمل الوارفارين وهتحط معاه اميدارون هتقلل الوارفارين بنسبة 25 ل 30%. السيمفاستاتين، ودي سؤال امتحان واسئلة يعني مش في امتحان بس ده السؤال هيقابلك كتير في حياتك العملية. السيمفاستاتين لو استعملناه مع الاميدارون خد بالك عندك ان الجرعة مش هتزيد عن 20 مللي جرام بير دي. يبقى احنا لما نستعمل حتى لو انت عايز تستعمله هيقولك بالهاي دوز باللو دوز بالمودريت دوز، لا انا بس ما ينفعش نزود عن 20 مللي جرام من السيمفاستاتين مع الاميدارون،
طالما هنستعمل اميودارون وقف عند ال 20. اللوفاستاتين بيبقى واقف عند ال 40 مللي جرام، ما بيزيدش عن كده. البيتا بلوكر لو هتستعمله مع اميودارون فانت هتسبب اديتيف براديكارديا، يعني لو المريض الهارت ريت هيقل انت حضرتك بتزود التقليل بتاع الهارت ريت، ممكن يسبب براديكارديا. وبرده مع الكالسيوم شانل بلوكر اللي هم النون داي هيدروبيريدين، كالسيوم شانل بلوكرز برضو بتعمل اديتيف براديكارديا. هتعمل بقى مونيتورنج الايه، في كذا حاجه طبعا قلت لكم عن الادفيرس افكت بتاعته والتوكسيستي بتاعته، فلازم تكون عامل مونيتورنج للحاجات ديت وانت بتدي للمريض على طول. اولا الليفر فانكشن تيست اللي هي ال اف تي اس، لازم هتعملها له بيز لاين، يعني قبل ما هيستعمله. البيز لاين معناه ان هو قبل ما يستعمل الدواء يكون عامل التيست دوت. هتعمل له التيست بيز لاين وهتعمله له كل 6 شهور، والثايرويد كذلك هتعمله له بيز لاين وكل 6 شهور. يبقى بالنسبه للليفر والثايرويد الاثنين هنعمل البيز لاين وهنعملها كل 6 شهور. الشيست راديوجرافي دي بتتعمل كل سنه، وطبعا قبل ما بيستعمل اميودارون بيستعملها. كل الحاجات دي لازم تتعمل بيز لاين، احنا نكون متاكدين ان المريض عندنا سليم قبل ما يستعمل اميودارون. وبيرجع نعمل التيست بتاعه الراديوجرافي ده بنعمله كل سنه انيوال. البالمونري فانكشن تيست، البالمونري فانكشن تيست ديت اللي هي بيشوف الكربون دايكسيد ديفيوجن في اللنج، بيقيس النسبه بتاعتها. لو عندنا في بالمونري فايبروسيس هنوقف الاميدارون. لو عندنا ان اكسبليند ديزنيا هروح نعمل التيست على طول، وبنعمل التيست برضو بيز لاين زي التيستات التانية. يبقى احنا هنعمله في البيز لاين وهنعمله لو حصل اي ان اكسبليند ديزنيا. لو احنا بقى عملناه ولقينا ان المريض بتاعنا وصل للبالمونري فايبروسيس وقف الاميدارون. اميدارون والبالمونري فايبروسيس دي برضو من اسئله الامتحان اللي موجوده كتير. على فكره الجزء بتاع الارثميا دي اسئلته محفوظه ودايركت ومباشره، وهي 1 2 3 يعني ما بيطلعش بره النص خالص. فتاخدوا بالكم موضوع البالمونري فايبروسيس والاميودارون. طبعا هنعمل تيست للعين لو اي لو المريض بقى اشتكى من عنده فيجوال امبيرمنت او عنده حس باي اي اي مشاكل في العين، على طول بنعمل اكزامينيشن للقاع العين. بنشوف السكين توكسيستي، لو حصل ان احنا شفنا البلو سكين سيندروم او حصل سان بيرن فاحنا بنوقف الاميدورون، بيبقى هو عمل سكين توكسيستي. النيورولوجيك توكسيستي، لو لقينا المريض عنده حصل له تريمور لازم نعمله مونيتورنج للنيوروباثي. لو الحاجات ديت لقينا فيها اي مشكله يبقى هو عمل نيورولوجيك توكسيستي ولازم نوقفه. طبعا بنلاحظ الجي اي تي ادفيرس افكت، حصل له اي مشاكل في الجي اي تي بيبقى بنوقف الاميدارون. وطبعا الاي سي جي بنعمله كل فتره، وبيبقى المفروض ان الدكتور بيعرف المريض كل الفتره اللي هيعمل فيها الاي سي جي بتاعه كل قد ايه. عندنا السوتالول، طبعا واحنا السوتالول مشهور بايه، مشهور بالكيو تي انترفال برولونجيشن. فهي مشكله السوتالول الكبيره جدا هي ان هو بيطول الكيو تي انترفال. الافكس بتاعت السوتالول 50 لـ60% الافكس بتاعته. اهم حاجة عندنا في السوتالول دوت لو المريض عنده مشكلة في الرينال، عنده رينال توكسيستي ممكن او رينال امبيرمنت، بيسبب ان الدواء بيتراكم جواه وبيعمل توكسيستي. التوكسيستي دي حضرتك هتعمل كيو تي انترفال برولونجيشن، وممكن تعمل لنا ايه التورسيدو اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. فاحنا لو مريض عنده رينال امبيرمنت الستارتنج دوز بتاعه السوتالول بتبقى 80 مللي جرام توايس ديلي. يبقى لو المريض عنده رينال امبيرمنت الريكومندد دوز بتاعته هي 80 مللي جرام. لكن لو الكرياتينين كليرانس نزل عن 60 فاحنا بنديله مره واحده بس مش مرتين، برضو بتاخد 80 مللي جرام مره واحده في اليوم. السوتالول لازم نعمله انيشيشن جوه الهوسبيتال، بيفضل نعمل للمريض مونيتورنج لمده 3 ايام. بنتاكد فيها ان الكيو تي انترفال كويسه، الالكترولايت عندنا كويسه، الرينال فانكشن عندنا كويسه، ممكن بعد كده ان هو يطلع. الالكترولايت بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم هي اللي بتعمل اريزميا، مشكله كبيره في الاريزميا، فلازم نتاكد ان هما في النورمال رينج. الكونترا انديكيشن بتاعه السوتالول طبعا ما ينفعش في الهارت فيلير. لو الكرياتينين كليرانس قل عن 40 بنوقفه،
يعني هو عندنا لو في رينال امبيرمنت هنستعمله 80 مللي جرام مرتين، لو قل عن 60 مللي جرام هنستعمله مرة واحدة، لو حضرتك رجع قل عن 40 مللي خلاص بقى كده ما ينفعش نستعمله، بنوقفه خالص. لو الكيو تي انترفال زادت عن 440 مللي سكند بنوقفه، ما ينفعش نستعمل السيتالول. لو حصل عندنا ساينس براديكارديا يبقى السيتالول مش هينفع، لان دي برضو البراديكارديا مع السيتالول اللي هو بيعمل اساسا كيو تي انترفال برولونجيشن دي بتعرضنا للترسيدو جوه اكتر. لو في عندنا سكند او ثيرد ديجري اي في بلوك برضو ديت بتعمل لنا مشكله تانية برضو، بتسبب مع السيتالول بتسبب ترسيدو جوه. لكن لو عندنا احنا بنستعمل بيس ميكر، قلت لكم البيس ميكر ده الجهاز اللي بيتحط في بتوصل السلوك، بتوصل للقلب، بتعمل ارتفيشال بيس ميكر. لو في عندنا سكند او ثيرد ديجري بلوك وفي بيس ميكر ممكن نستعمل السيتالول، مفيش عندنا بيس ميكر مش هنوقفه، مش هينفع نستعمله. الدواء اللي بعد كده هو الدوفيتولايت. الدوفيتولايت لازم نستعمله برضو في الهوسبيتال لانه عنده نفس المشكله بتاعه السيتالول اللي هي الكيو تي انترفال برولونجيشن. في الهوسبيتال بنراقب ايه؟ بنراقب الكيو تي انترفال، بنشوف الرينال فانكشن عامله ايه، بنشوف السيرم الكترولايت اللي هي ايه بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم شوت بي مونيتورد. الدوز ادجستمنت بتاعته بقى هو له كذا دوز في على حسب الكرياتينين كليرانس اللي عندنا. لو الكرياتينين كليرانس اكتر من 60 مللي جرام هنستعمله 500 مللي جرام توايس ديلي. السوتالول كان 80 مللي جرام توايس ديلي، انما ده 500 مللي جرام توايس ديلي. لو الكرياتينين كليرانس بتاعه من 40 ل 60 هنستعمله 250 مللي جرام توايس ديلي، انما السوتالول قلنا هنستعمله 80 مللي جرام مره واحده بس في اليوم، اللي هو بين ال 60 وال 40 مللي على المينيت. لو هو بقى الكرياتينين كليرانس قل عن ال 40، وصل لحد من 40 ل 20، بتستعمله بالدوز بتاعته، يعني انت كل مره بتقلل النص بتقلل النص بتقلل النص، بس برضو بتبقى مرتين في اليوم، بتستعمله بدوز 125 مللي جرام توايس ديلي. هناك بقى السوتالول لو وصلنا للمرحله دي بنوقفه ما بنستعملوش، تحت ال 40 ما بنستعملوش، انما هنا بنوقف الدوفوتولايد لو وصلنا تحت ال 20 مللي على المينيت. معلش هي يمكن تبان انها ملخبطه شويه، بس انتوا لو ركزتوا فيها هتجيبوها، ويا ريت تعملوها في جدول وتعملوها مقارنه. الديفوزولايت هو بيتاخد مرتين في اليوم في كل الاحوال، بس احنا بنقلل الجرعه لنص لنص، اكتر من 60 500، من 60 ل 40 قللنا نص بقت 250، اقل من 40 لحد 20 قللناها لنص بقت 125، بس برضو مرتين في اليوم. السوتالول بنوقفه لو هو اقل من 40، لكن هنا بنوقفه لو هو اقل من 20. الكونترا انديكيشن بتاعته ايه؟ قلنا لو هو الكرياتينين كلاس اقل من 220، اقل من 20 مللي، دي خلاص عرفناها. لكن برضو هو زي السوتالول في موضوع ان الكيو تي انترفال لو زادت عن 440 مللي سكند لازم نوقفه. الدوفوتولايت سيف ان احنا نستعمله في الهارت فيلير زي الاميدارون بالظبط. الكونترا انديكيشن بتاعته بقى والدراج الانتر اكشن بتاعته، احنا هنعمل افويد للديفوزولايت مع كل الحاجات اللي بتعمل سيتوكروم بي 3A4 انهيبيتورز، كلهم بنعمل له افويد معاهم، ما نستعملوش معاهم، لان كل الانهيبيتور دول بيزودوا الديفوزولايت اكسبوشر وممكن يعملوا توكسيستي وبيعملوا كيو تي انترفال برولونجيشن. ايه هما الانهيبيتورز دولت؟ عندنا الانهبيتور المشهورة جدا عندنا في المنهج السايميتيدين، الفيرابميل، الازولز، معظم الازولز، الترايميسوبريم، سواء هنستعمله لوحده او مع الصلفة بيبقى كونتر انديكيتد. الترايمترين والميتوفورمين والاميلورايد، التلات ادوية دول بيزودوا الاكسبوجر بتاعة الديفيدولايت وبنستعملهم ويز كوشن، بيبقى المريض تحت الملاحظة في الفترة اللي هنستعمل الأدوية دي. الدرونادرون ده طبعا الأنالوج بتاع الأميدارون، بس الفرق برضو اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وقلنا إن الفرق الوحيد اللي بينه وبين الأميدارون إن هو الأيودين، في أيودين بيبقى ماسك في الأميدارون كده
في الاستراكشر بتاع الاميدارون. الدرونادرون معمول متصنع او متخلق من غير ذره الايودين اللي متعلقه فيه ديت. ديت بتخلي الدرونادرون ما بيعملش توكسيستي مع في الثيرويد، او ما بيسببش مشاكل في الثيرويد زي الاميدارون. بس برغم ان هو السايد افكت بتاعته قليله، بس برضو الافكس بتاعته قليله. الفرق بينها وبين الاميدارون كتيره جدا. احنا قلنا الاميدارون الافكس بتاعته 85 ل 95%، هنا الدرونادرون الافكس بتاعته من 21 ل 25%. يعني الفرق واسع بينهم جدا، فرق كبير. ده بيخلينا ان احنا برضو بيبقى الاميدارون بنفضل استعماله اكتر. له برضو الالكتروفيسيولوجيكال بروبرتي بتاعت الكلاسز من اول واحد لحد اربعه. الدوز بتاعته شبه الدوز بتاعت الاميدارون، 400 مللي جرام برضو، عشان ما يعني حاولوا يعني تربطوا المعلومات بعض عشان ما تنسوهاش. 400 مللي جرام مرتين في اليوم، بنستعمله الصبح وبالليل، ات مورنينج وات ايفنينج. برضو الميتابوليزم بتاعه في الليفر، ونفس برضو السيتوكروماتيك كتيره دول، هو سبستريت لسيتوكروم 3A4 وسيتوكروم 2D6 والبيتا جلايكوبروتين انهبيتور. الهاف لايف بتاعته 13 19 ساعه، لكن الاميدارون قلنا الهاف لايف بتاعته شهرين 60 يوم. الدرونادرون بيعمل ماركت انكريز في السيرم كرياتينين، وديت يعني هاف بين ريبورتد كتير من الناس اللي استعملت الدرونادرون، في انكريز في الكرياتينين تقريبا بنسبة 1 مللي جرام، 1 من 10 مللي جرام على الديسيلتر. هي بتبقى بعد 7 أيام تقريبا ريفرسابل، يعني هي بتبقى فترة مؤقتة وبتروح. الكونترا انديكيشن بتاعته، ما بينفعش لو حد عنده بيرمننت اي اف، ما ينفعش لو حد عنده نيها كلاس 2 و 3 هارت فيلير، لو حد عنده هو عامة ما بينفعش مع الهارت فيلير. يعني لو حد عنده هارت فيلير معلش نستعمل الدرونادرون. لو في حد عنده سيفير ليفر امبيرمنت، لو الهارت بيت اقل من 50، لو هتاخد معاه كونكرنت سيتوكروم 3A4 انهبيتور، او هتاخد معاه دواء بيعمل كيو تي انترفال برولونجيشن، بيبقى هو ايه كونترا انديكيتد. لو في عندنا المريض خد اميودارون قبل كده وحصل له هيباتوتوكسيستي، او حصل له بالمونري توكسيستي، او حصل له بالمونري فيبروسيس، بقى الدرونادرون كمان كونترا انديكيتد. كونترا انديكيتد في البريجنانسي. لو الكيو تي انترفال اكتر من 500 مللي سكند، خدوا بالكم احنا قلنا على السوتالول والدوفيزولايد كونترا انديكيتد لو الكيو تي انترفال اكتر من 440 مللي سكند، انما هنا الكيو تي انترفال لو هي اكتر من 500 مللي سكند، خدوا بالكم الفروق الصغيره دي. في الميتا اناليسيز لقوا ان هو ليس افكتيف زان اميدارون، وفيور بس يعني الميزه اللي فيه ان هو فيور ادفيرس افكت. في برضو اذر سيفتي ايشوز بتاعته، الليفر انجري، في برضو روبورتات ان حصل له حصل بسببه ليفر انجري. الليفر انجري بتاعته برغم ان الروبورتات اللي اتبلغت كانت قليله بس بتبقى سيفير. البالمونري توكسيستي، في روبورتات ان حصل كيسز اوف انترستيشال لانج ديزيز، حاجه زي النيومونيا اسمها نيومونايتس، هي التهاب شبه النيومونيا، وبالمونري فيبروسيس، والحاجات ديت لما بتحصل للمريض بيقولوا ان المريض لازم يعمل ريبورتنج. طبعا ده في الدول المحترمه شود ريبورت لو حصل ساين اوف ديزنيا او حصل نون بروتكتيف كوف، يعني لو المريض حصل له كحه مفاجاه نون بروتكتيف، او حصل له ديزنيا صعوبه في التنفس، لازم يبلغ على طول ويعملوا له تيست ويتاكدوا ان مفيش بالمونري توكسيستي. الدراج انتراكشن بتاعته هو شبه الاميودارون في موضوع الديجوكسين، سواء هتاخد ديجوكسين مع اميودارون او درونادارون قلل الديجوكسين 50%. لكن بقى في الاستاتين مختلف عن الاميودارون، انا قلت في السيمفاستاتين حضرتك بتقلل الجرعه في الاميودارون ل20 واللوفاستاتين ل40، هنا اقل كمان، بتقلل السيمفاستاتين ل10 واللوفاستاتين ل20، يعني احنا قللناهم للنص. يعني الستاتين لما بنستعملها مع الدرونادرون لو انت بتستعمل اميودارون وحولت لدرونادرون، سواء سيمفاستاتين او لوفاستاتين قلل الجرعه للنص كمان، برغم ان اساسا هي الجرعه بتبقى قليله مع الاميودارون، مع الدرونادرون قللها للنص كمان.
لو في هتستعمل الالتيازيم او الفيرابميل او البيتا بلوكر بيسبب اكسيزيف براديكارديا، وتبقى حضرتك بقى حاطه تحت الملاحظه وتعمل مونيتورنج للاي سي جي. الدابيكاتران ده من النيو انتي كواجلانت ايجنت اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. الدرونادرون انكريز الدابيكاتران اكسبوشر، والدوز بتاعته اللي بنقللها ل 75 مللي جرام توايس ديلي. هي اساسا الجرعه بتاعته بتبقى 150 مللي جرام، فلو هنستعمله مع الدرونادرون حضرتك هتقلله ل 75 مللي جرام. طبعا لو في سترونج بقى انهيبيتور او انديوزر اعمل افويد على طول. مع السايكلوسبورين مع التاكرولومس مع السيرولومس انكريز اكسبوشر بتاعت الايجنت ديت، وتعمل مونيتورنج للسيرم كونسنتريشن بتاعتهم كلوز. الخلاصه هنا بقى ايه؟ عشان احنا كده لمينا الموضوع، ان احنا عندنا الاي اف عندنا لو في ستراكشر هارت ديزيز او ما فيش ستراكشر هارت ديزيز. لو حضرتك ما عندكش اي ستراكشر هارت ديزيز في كل الادويه ممكن تستعملها، سواء الكلاس 3 او الكلاس 1 سي كلهم بقى ممكن تستعمله، بس بنحط الاميودارون اخر تشويس. لو الادويه التانية كلها ما نفعتش يعني ممكن نستعمل الكلاس 1 سي وكلاس 3 كلها موجوده هنا، لو ما نفعتش بنستعمل الاميودارون، والاميودارون لو ما نفعش بنعمل حاجه اسمها كاثتر ابليشن. هقول لك يعني كاثتر ابليشن برضو دلوقتي. لو حضرتك عندك ستراكشر هارت ديزيز، هل ستراكشر هارت ديزيز هارت فيلير ولا كورونري ارتري ديزيز؟ لو كورونري ارتري ديزيز ممكن تستعمل الدوفوتيلايت، تستعمل الدرونادرون وتستعمل السوتالول. لكن لو هو هارت فيلير مش هينفع تستعمل السوتالول، هتستعمل الاميودارون وديفوتيلايت بس، مش هينفع كمان الدرونادرون في الهارت فيلير. هنا برضو هنستعمل الاميودارون في الحاله بقى ايه اللي هي الدوفوتيلايت والدرونادرون والسوتالول الثلاثه ما نفعوش، هنخلي الاميودارون اللاست تشويس بتاعنا. لو عندنا كوروناري ارتري ديزيز وعندنا هارت فيلير وكله فشل، فاحنا ممكن نعمل كاثتر ابليشن. ايه الكاثتر ابليشن ديت؟ دي بروسيدور بنستعملها ان احنا بندخل حاجه زي السلك كده، هي بتبقى القسطره في اخرها حاجه شبه القطب بتاع الكهرباء، ده لما بيوصل عند التيشو اللي عامل الريانتري باث واي او اللي هو اللي السبب في الاي اف بيعملوا ديستروي. فهو لو في حالة بقى ان احنا استعملنا كل الادوية ومش نافع معاها، مش نافع معانا اي حاجة خالص، بنعمل الكاثتر ابليتيشن. بنعمل الكاثتر ابليشن ان احنا ندخل القسطرة دي لحد المكان ده ونعمل له ديستراكشن. يبقى تاني هنلم الجزء دوت تاني عشان ده اخر حاجة هنقولها في المحاضرة ونقفل المحاضرة ديت وناخد الانتوثرومبيتك ايجنت المحاضرة الجاية. احنا عندنا مريض يا اما المريض الاي اف عنده ستراكشر هارت ديزيز يا اما ما عندوش ستراكشر هارت ديزيز. لو هو ما عندوش مشكله خالص يبقى احنا هنستعمل اي دواء، الادويه كلها اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي ممكن تنفع، بس الاميدارون بنخليه لاست تشويس لو ما فيش الادويه دي كلها مش مناسبه. ما نفعش بقى الاميدارون كمان ما جابش نتيجه، اخر حاجه عندنا اوبشن عندنا هو نعمل ان احنا كاثر ابليشن. لو المريض عنده ستراكشر هارت ديزيز يا اما كورونري ارتري ديزيز يا اما هارت فيلير. في الهارت فيلير ما عندناش تشويس غير الاميودارون والديفودولايت، هما دول بس التشويس اللي عندنا، والبيست ان احنا نستعمل الاميودارون. لو الاثنين فشلوا بنستعمل الكاستر ابليشن. لو هو كورونري ارتري ديزيز ممكن نستعمل الديفودولايت الدرونادارون السوتالول والاميودارون، الاربعه بينفعوا، بس بنخلي الاميودارون برضو اخر خط عندنا، زي ما تكون كده انت عندك جيش وبتسيب الخط يعني خط الدفاع الاخير بتسيبه اخر حاجه عشان لو كله فشل. لو الاميودارون فشل بنضطر نعمل كاثتر ابليشن، وهو ده اخر جزء هناخده في المحاضره النهارده. نلم كده اللي احنا قلناه النهارده. اتكلمنا عن الاي اف، قلت لكم شرحت لكم النورمال اي سي جي، واتكلمنا عن الكاردياك كوندكشن سيستم. قلنا الاي اف يعني ايه؟ يعني عندنا ري انتري باث واي اللي بتسبب ان الكهرباء تتحرك فيها وتلف وتدور في نفس المكان، فبتعمل حاجه زي الرفرفه او الرعشه، حاجه ايرجولار وعشوائيه، بتسبب البالبيتيشن، المريض يقول لك عندي رفرفه او عندي دقات.
البريفرنس بتاعته قلنا ان هو الموست كومن، السيمبتومز بتاعنا اتكلمنا عليها، والكلاسيفيكيشن بتاعته شرحناها بالتفصيل. قلنا الاسباب، اسباب الاتريال فايبريليشن، اي حاجه ممكن تعمل اتريال ديستنشن او حاجه بتعمل هاي ادرينرجيك تون. الفارماكولوجيكال ثيرابي بتاعنا قلنا ان احنا ممكن، هما تلات احتمالات، يا اما هنعمل فنتريكولار ريت كنترول، يا اما هنعمل ريزم كنترول، يا اما هنعمل كارديوفيرجن للقلب. الفنتريكولار ريت كنترول عندنا البيتا بلوكر، نون هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، الاثنين بينفعوا في الكنترولنج اكسرسايز اسوشيتد هارت ريت انكريز. الديجوكسين بينفع اتريست اتريست وما بينفعش ان هو يكون لوحده، لازم بيستعمله كاديشنال ايجنت. الاميدارون عندنا هو برضو السلاح الاخير اللي بنستعمله لو هما الثلاثه فشلوا، خاصه في حاله الولف باركنسون وايت سيندروم. قلنا الريزم كنترول ملوش اي ادفانشز اوفر كنترولنج ذا ريت في المورتاليتي او الكواليتي بتاعه اللايف، بس هم كل واحد فيهم له مميزات وله عيوب، بس حد فيهم مميز التاني عن في المورتاليتي، ما فيش اي اثبات ان حد فيهم احسن من التاني. قلنا الكارديو فيرجن اهم حاجه ان احنا نتاكد ان ما فيش ترومباي قبل ما نعمل كارديو فيرجن للمريض اللي عندنا. قلنا الثلاث حالات اللي ممكن تيجي لنا عشان نعملها كارديو فيرجن بالجايد لاين بتاعتهم. الادويه اللي بنستعملها كلاس 1 سي، تاخدوا بالكم وما ينفعش في الاستراكشر هارت ديزيز، لو حد عنده استراكشر هارت ديزيز هنلغي بقى الفليكانامايد والبروبوفون من الادويه بتاعتنا خالص. الفليكانامايد والبروبافينون الاثنين بيتلغوا. الكلاس 3 قلنا فيهم اربع ادويه، اول واحد فيه الاميدارون. اهم حاجه تعرف في الاميدارون هو الدراج انتراكشن بتاعتهم، دي تتحفظ صم، دي اسئله امتحان ولازم تتحفظ صم. المونيتورنج بتاعه احنا هنعمل مونيتورنج الايد برضه تحفظ طب. كل تيست فيهم يتعمل كل قد ايه او كل فتره، او ايه السيمتومز اللي ممكن تظهر عند المريض تخليه تلفت نظرة ان احنا نعمله تيست معين، دي برضه حاجات لازم تتحفظ طب. خدنا السوتالول وقلنا ان مشكلته الاساسيه اهم حاجه فيه ان هو بيعمل كيوتي انترفال برولونجيشن، اهم حاجه لازم تعرفها فيه، ما بينفعش مع الهارت فيلير. اتكلمنا عن الديفيدولايد، هو بينفع مع الهارت فيليير، مع الهارت فيليير، بس مشكلته هو الكيوتي انترفال برولونجيشن، فلو حد عنده رينال فانكشن بتاعته مش مظبوطه لازم تاخد بالك منها وتعمل له مونيتورنج عشان ما يحصلش منه توكسيستي. اتكلمنا عن الدرونادارون، قلنا ان هو انالوج بتاع الاميدارون بس من غير ذره الايودين الطرفيه اللي هي بتسبب مشاكل في الثيروكسين. قلنا الاختلافات اللي بينه وبين الاميدارون، قلنا الدراج انتر اكشن بتاعته، السيفتي ايشوز لو حد حصل له ليفر توكسيستي او حد حصل له بالمونري توكسيستي لازم يعمل ريبورتنج. الدراج انتر اكشن بتاعته اتكلمنا عنها. اخر حاجه شرحنا الدايجرام بتاعه استعمال الادويه دي مع الاستراكشر والنون استراكشر هارت ديزيز. المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الانتي كواجوليشن ثيرابي. لحد المحاضرة الجاية استودعكم الله مؤقتا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.